غانم المتحدث باسم وزاره الموارد المائيه والري. دكتور محمد مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. النهارده سياده الرئيس كان بيتكلم على حجم الانفاق في مشروعات الميه، دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائيه والري كان بيشرح بشكل مفصل. عايز حاجه كده بالراحه نتكلم على الميه، مصادر الميه لهذه المساحات الكبيره لحد ما نوصل 4.5 مليون فدان ان شاء الله خلال الثلاث اربع سنين اللي جايين، مصادر الميه وايضا تكلفه هذه المياه اللي هي هنزرع بها هذه المساحات الكبيره. هو عشان نتكلم عن هذه المشروعات احنا لازم نتكلم الاول على وضع الميه في مصر بشكل عام. ايوه. وحجم التحدي اللي موجود في مصر اللي خلانا ننفذ مثل هذه المشروعات. ايه السبب اللي بيخلي الدوله المصريه تتوجه لاعاده استخدام الميه؟ هو ده الهدف الرئيسي، لانه يمكن في معظم دول العالم ميه الصرف الزراعي بيرموها في البحار والمحيطات مش بيستفيدوا منها. نعم. لكن احنا هنا في مصر وفي ظل التحديات المائيه اللي بتواجهنا لازم ان احنا نبحث عن مصادر مياه غير تقليديه ونعتمد عليها ونتوسع في استخدامها. نعم. في مثلا عشان برضه يبقى الدنيا واضحه بالارقام، احنا الموارد المائيه المتاحه في مصر هي 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه المتجدده. طبعا معظمها ال 55.5 مليار اللي هي حصه مصر من مياه نهر النيل. ايوه. بالاضافه الى حوالي 1.3 من مياه الامطار، 2.4 من المياه الجوفيه العميقه الغير متجدده الموجوده في الصحاري، بالاضافه لحوالي 0.4 مليار من مياه التحليه. لو جمعنا كل الارقام دي هنجد ان هي لا تتجاوز ال 60 مليار. في مقابل ال 60 مليار دي احنا احتياجاتنا قد ايه؟ ايوه 114 مليار. نقدر يعني باين الفرق الهائل بين الرقمين، بين ان انا محتاج احتياجاتي المائيه 114 مليار وانا كل الموارد المتاحه عندي من المياه العذبه المتجدده هي 60 مليار فقط. فرق كبير جدا. نعم. ده بيتم سد هذا الفرق الكبير من خلال حاجتين. الجزء الاول منه وهو عمليه اعاده استخدام الميه مره ثانيه. ال 54 مليار هجيبهم منين؟ بالظبط الفرق الكبير ده. في 21 مليار دي اعاده استخدام لمياه الصرف الزراعي في مصر. قيمه 21 مليار دي عمليه اعاده استخدام بتتم على امتداد شبكه الترع والمصارف من اول اسوان وحتى نهايه شبكة الترع والمصارف في نهاية الدلتا. نعم. بيتم تدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها أكثر من مرة من خلال المحطات اللي بتقوم بخلط مياه الصرف الزراعي بالترع، مع طبعا مع مراعاة في معايير لهذا الخلط لضمان نوعية المية بعد عملية الخلط. نعم. ولكن عملية الخلط دي بتتم بحيث إن احنا نعيد استخدام 21 مليار متر مكعب سنويا من المية. الشق الآخر هو الاستيراد. احنا بنستورد منتجات محاصيل من الخارج زي القمح وغيرها من المحاصيل اللي بيتم استيرادها. المحاصيل دي بتزرع بره بحوالي 33.5 مليار متر مكعب سنوي. علشان نسد هذا الفرق بين مواردنا واحتياجاتنا. واحنا بنستورد هذه المحاصيل عشان احنا ما عندناش الميه اللي تخلينا نقدر نزرع هذه المحاصيل في مصر. نعم. ده السبب اللي خلانا نلجا الى اعاده الاستخدام وخلانا نلجا ايضا لمعالجه الميه. زي ما قلت لحضرتك من شويه احنا في معظم دول العالم بيرموا الميه في البحار والمحيطات، احنا مش بنعمل كده. في مصر بناخد مياه الصرف الزراعي اللي في نهايه شبكه المصارف الزراعيه. أيوة. وكمان دي الميه دي بعد شوف احنا قعدنا استخدامها ثلاث اربع مرات داخل المنظومه نفسها. ولكن في نهايه شبكه المصارف الزراعيه بناخدها الميه دي كمان اللي في نهايه شبكه المصارف الزراعيه علشان نعمل لها عمليه معالجه. وده اللي على اساسه ظهرت ثلاث مشروعات كبرى في اعاده الاستخدام زي محطه بحر البقر، محطه الحمام، ومحطه المحتله. كل محطه من دولت يعني انجاز كبير جدا كلنا نشرف بيه. اولها كان محطه المحتله بطاقه 1 مليون متر مكعب في اليوم. وحتى دكتور هاني سويلم عرض هذه المحطه اليوم وازاي ان هي احنا بنتكلم مش مجرد محطه بس علشان الميه عمل هندسي قوي. عمل هندسي مش بس محطه فقط ولكن ده في تحويلات للمسار بتتم
اعمال صناعيه، صخارات في صخاره وتحت تحت قناه القناتين السويس الجديده والقديمه، يعني مشروع ضخم مش مجرد فقط محطه. نفس الشيء في محطه بحر البقر، أيوة. مسجله في موسوعه جينيس باعتبارها الاكبر على مستوى العالم بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم. وبرضه ما هيش المحطة فقط، لكن في شبكة من البنية التحتية اللي اتعملت عشان توصل المية للمحطة، عبارة عن مسار جديد لمخرج بحر البقر، قناطر، ثلاث قناطر تم بنائها على هذا المسار، صخرات، صخرات تحت أسفل قناة السويس. يعني مشروع متكامل عشان نقدر نوصل لمحطة بحر البقر ونعالج فيها المية ونستفيد بيها. نفس الشيء ايضا في محطه الحمام، ودي اكبر كمان من محطه بحر البقر. أيوة. 7.5 مليون متر مكعب، محطه عملاقه، مسار بيمتد بطول 174 كيلو متر علشان يوصل مياه الصرف الزراعي الى هذه المحطه ليتم معالجتها في هذه المحطه. 152 كيلو متر من ال 174 كيلو عباره عن مسار مكشوف و22 كيلو متر مواسير. مشروع ضخم عليه 12 محطة رفع، عليه أعمال صناعية، عليه منظومة متكاملة علشان نقدر ناخد مياه الصرف الزراعي ونوصلها لمحطة المعالجة ويتم معالجة المية في محطة الحمام. كل مشروع من دول مشروع ضخم، مشروع كبير، مجهود كبير جدا بتبذله الدولة المصرية علشان نعيد استخدام مياه الصرف الزراعي ونستفيد بكل نقطة مية موجودة عندنا، علشان احنا ما عندناش رفاهية ان احنا نسيب هذه المية، احنا بناخدها وبنعيد استخدامها. وعلشان كده منظومة الري في مصر بتعتبر من اعلى المنظومات على مستوى العالم في كفاءة الاستخدام، ازاي ان احنا بنوري العالم كله ان احنا المنظومة عندنا بنستفيد بكل نقطة مية، حتى مياه الصرف الزراعي بنعيد استخدامها لغايه اخر نقطه، وبنعالجها بمحطات ضخمه بتعالج هذه الميه علشان نقدر حتى نقلل من الاستيراد ونوفر العمله الصعبه ونرفع درجه كفاءه استخدام الميه لاعلى مستوى. دكتور غانم، النهارده تم الكشف عن منطقه الكفره على حدودنا الغربيه مع ليبيا، حوالي 700 الف فدان، والكلام من كان العقيد بهاء الغنام عن الخزان النوبي. ماذا عن الخزان واحتياطات الخزان؟ واعتقد كان قبل كده خلينا قول يا فندم، لا داعي للذكر هذا الموضوع الان لما الموضوع يعني في طور تم الاعلان عنه يا فندم. لما تكتمل الدراسات الخاصه دي ممكن نبدا نتكلم عنه بكل تفاصيله ان شاء الله. ان شاء الله. بس مهتم العقيد بهاء اتكلم عنه النهارده. تمام، لما الموضوع يكتمل تماما ان شاء الله. بس خير يعني ان شاء الله، ربنا يسهل لما تكتمل الدراسه باذن الله. طيب دكتور غانم، ماذا عن الانفاق كله؟ بنتكلم على انفاقنا كم مليار في هذه المشروعات. سياده الرئيس النهارده طلب من دكتور هاني يقول الرقم، اتفضل يا فندم. زي ما تم ذكره النهارده في الفيديو، طبعا انفاق كبير جدا تم في هذه المشروعات من الدوله المصريه، تم انفاق عشرات المليارات زي ما كنت بقول. حجم الاعمال الضخم اللي بيتم في كل مشروع من هذه المشروعات للوصول الى محطات المعالجه والاستفاده من كل نقطه ميه بيتم معالجه. طيب فيما يتعلق ايضا ربما ب باقي المشروعات، بنتكلم على الـ في الصعيد، يمكن بنتكلم على الفيوم، بنتكلم على المنسيوب، بنتكلم على غرب المنيا، بنتكلم على اسوان. ماذا عن هذه المشروعات ايضا وحتى اسيوط على طريق اسيوط الشرقي؟ بس كل هذه المشروعات هي بتتكامل مع منظومة الموارد المائية اللي احنا بنسعى لتطويرها بشكل كبير جدا في كل مكان في مصر. كل المشاريع دي بتتكامل مع المجهودات اللي وزارة الموارد المائية والري بتعملها لتوفير الاحتياجات المائية لكل الاحتياجات في كل مكان في مصر من خلال مشروعات كبيرة احنا بننفذها. بنعمل مشروعات ل الري الحديث من خلال مشروعات لتأهيل المنشآت المائية، من خلال مشروعات لأعمال حتى الصيانة الدورية لكل عناصر المنظومة المائية علشان نقدر نوصل المية لكل الأشكال الاحتياجات المائية في كل مكان في مصر. احنا بنتكلم هنا على مش أماكن متفرقة، ولكن مشروعات
ومجهودات متكامله بتتم في كل مكان عشان المنظومه المائيه بالكامل تشتغل باعلى كفاءه ونستوفي كل احتياجاتنا المائيه. ايه اللي بيتم في السد العالي من اجراءات وصيانه الدكتور هاني سوري كان بيتكلم عليها النهارده؟ اشار ليها يعني في الشرح. اعمال بالظبط دي اعمال تطوير وصيانه لمنظومه التشغيل في السد العالي بتكلفه وصلت الى حوالي 1.5 مليار خلال العشر سنوات السابقه، ودي طبعا عمليه تطوير مستمره بتتم لهذا المنشا الحيوي اللي بيعتبر يعني اهم منشا هندسي للري في مصر، وطبعا زي ما احنا عارفين انه بيعتبر المنشا الهندسي الاهم اللي تم انشائه خلال القرن العشرين كله. اعمال الصيانه والمتابعه المستمره وتطوير منظومه التشغيل في السد العالي طبعا عمليه مستمره، والوزاره بتقوم بيها بشكل دقيق جدا ومستمر بمتابعه مستمره تضارب على هذا المنشأ اللي بيعتبر اهم منشأ ري في مصر. السنه دي هل في عظام فعلا السنه دي في اعلى مستويات؟ متوقع؟ لا خلينا هي مش هتبان الا في نهايه السنه المائيه، في نهايه العام المائي في 31/7 بتبقى الارقام دقيقه تماما والدنيا بتوضح تماما. لكن اللي عندنا الرصد بتاعنا، مش احنا عندنا عمليات رصد بتتم؟ اكيد طبعا، بس مش هيبقى في يعني تحديد تام الا مع نهايه السنه المائيه، لازم نستنى لنهايه السنه المائيه. دكتور محمد غانم بشكرك شكرا جزيلا، متحدث باسم وزاره الموارد المائيه والري، بشكرك مره اخرى.